بسم الاب والابن والروح القدس الامين. مجدا اكراما لسه قدوس الهنا. ذكر معلمنا من مرقس الرسول ان في شخص جه مسرعا وسجد عند قدمي يسوع وساله: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ في حديث دار بينه وبين ربنا يسوع المسيح ان الشخص ده كان حريص على السماء وحريص على الابديه على خلاصه، والمسيح اكتشف في الحديث ده انه محب المال، فالراجل ذهب ايه حديثا. نتمنى بعديها يكون تاب ولا حاجه. مش هنتامل في القصه دي لان ده كان سؤال الشخص، ولكن هفترض ان ربنا يسوع المسيح بصوته العذب يسأل كل واحد فينا: يا فلان يا فلانة، ماذا تعمل لترث الحياة الأبدية؟ حق ربنا يسألنا عم نعمل ايه عشان نرث الملكوت، الملكوت اللي هو فتحه وعدنا ليه مرة أخرى بعد أن أغلق بخطية أبوينا آدم وحواء. فتحه بدمه، فتحه بصليبه، فتحه بألامه وموته. تعمل ايه يا فلان عشان تورثه؟ تعمل ايه يا فلان عشان تورثيه؟ سؤال مهم قوي، ومن حق ربنا يسألهن، والإجابة عليه مش سهلة. ده ممكن هو بيسألنا السؤال ده يقول لك: فكر كويس قبل ما تجاوب عشان تطلع الإجابة ايه صحيحة. يعني لو طلعت الإجابة الصحيحة خسارة. فإحنا نختلف عن بقية البشر لأن المسيحيين مميزين جدا جدا بسكن الروح القدس. لازم ناخد بالنا من الميزة الفريدة والعظيمة دي. يعني المفروض إحنا مستنيرين بنعمة روح ربنا القدوس جوانا. يعني المفروض قلبنا وعقلنا مستنير، مش ضلمة. يعني المفروض فاهمين ان احنا مسؤولين عن حياتنا وابديتنا. الله عمل الدور بتاعه. طب والدور بتاع ايه؟ لازم يكون فاهمه كويس جدا وفاهم غرض حياتي في الارض، لئلا تنتهي الحياه في اغراض ليس لها نفع وتهلك هذه الاغراض واهلك انا. فالمفروض احنا بالروح القدس فاهمين غرض الحياه، فاهمين علاقتنا مع الله، فاهمين قيمه مسيحيتنا، فاهمين قيمة الملكوت وقيمة الاستعداد للملكوت، الاستعداد للأبدية. إن حتى القديس بولس يقول إيه: إن كان لنا رجاء فقط على هذه الأرض فنحن أشقى جميع الناس. لو إحنا رجاءنا أو فكرنا أو تركيزنا في هذه الأرض في هذه العيشة نحن أشقى جميع الناس. نبقى أشقى يعني وحياتنا مزرة أكتر من أي حد إيه آخر. إنه مش فاهمين، ولكن نشكر ربنا على إن إحنا إيه فاهمين. أتوقع بعض الإجابات البسيطة ونشوف إيه ربنا يوافق عليها إيه ولا لأ، لأن أغلبنا بيعملها. يعني ممكن ده فكرنا أو دي أسلوبنا. يعني إيه الإجابة دي لما ربنا يسألني: يا فلان يا داود، يا فلان يا فلانة، بتعمل ايه عشان تورث الحياة؟ قول له: رب انا مؤمن بيك. طبعا كلنا مؤمنين، طبعا نؤمن بالله الاب والله الابن والروح القدس، نؤمن بالخلاص والابدية وكم نؤمن. بل هذا يكفي؟ اعتقد ربنا يصمت لما يسمع هذه الاجابة ان غالبا سوف لا يكفي. طب نقول له: طب تعمدنا على اسمك وصرنا أعضاء مقدسة في جسدك المقدس، صرنا مسيحيين وندعى على اسمك. هذا يفضل المسيح برضو إيه صامت أن الإجابة ليست إيه كاملة. طب يا رب بنصلي، نصلي آه، أغلبنا بيصلي، أغلبنا بيخلص الأجبية أو نصها أو بعض ساعات منها. بنصلي مزامير وأجبية وصلوات ونطلبك كتير. هو اتكلم على الصلاة في يوم الأيام وقال لك: ليس كل من يصلي ويقول إيه يا رب يا رب
يبقى الإجابة هنا إيه؟ لم تصب. طب يا رب نصلي قداسات، أغلبنا بيحب القداسات، كلنا بنحب القداسات، يعني بالأخص إيه المتردين على الكنيسة، يحبوا القداسات ويحبوا التناول، وفي الأسبوع مرة ومرتين ربما أكثر في الصيامات، ونتناول من جسدك ودمك. ما هو حديث بقى، ما هو ربنا بيسألني أنا برد عليه، يا فلان تعمل إيه عشان تورث الملكوت؟ أقول له هو بتناول أهو، مش أنت قلت يا رب في إنجيل مريم يوحنا من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا أنا فيه وله الحياة الأبدية، وإن مات فسيحيا. أهو أنا باخد جسدك ودمك عشان إيه؟ أنال الوعد بتاعك هالأبدية. برضو أتوقع ربنا يفضل إيه صامت. ده حديث افتراضي أحبه، أنا في الآخر يعني أنا أكتشف إيه المطلوب مننا ويساعدنا على إن إحنا نمشي بالطريق الإيه المظبوط. طب الكنيسة الأم علمتنا الصيام وبنصوم، وأدينا صايمين الميلاد وهنصوم كل الأصوام وبنصوم، إن كنا بنتأخر شوية أو بس بنصوم، أغلبنا بيحب الصوم والانقطاع، ونقرأ الكتاب ونقرأ أسفار، ويمكن خلصنا الكتاب مرة ومرتين وثلاثة، والأسفار مرة ومرتين وثلاثة، ويمكن بنسمع تفاسير كمان، أبونا داود وأبونا فلان نسمع تفاسير، وده مش كفاية برضو أعتقد المسيح إيه يفضل إيه صامت. طب يا رب بنخدمك، نخدمك كاهن أهو بخدمك أهو، هخش السماء؟ طب شماس؟ طب في المطبخ؟ طب في الكانتين؟ طب في المكتبة نخدم؟ طب في اللجنة نخدم؟ يا رب نخدمك، مش أنت قلت يا رب حيثما أكون أنا أكون خادمي؟ نخدمك أهو، يبقى المفروض بقى نيجي عندك الأبدية. برضو يفضل إيه صامت لأن الإجابة لم تكن صحيحة. وعشان المسيح حنين قوي يقول إيه، طب أبسط لكم الإجابة، السؤال أنا سألتكم سؤال والإجابة مش مقنعة، أبسط لكم السؤال، اللي انتوا قلتوا بتعملوا ده كله ممارسات والعبادات والروحانية، ده بقى الكلام مهم، هل وصلك إلى نقاوة القلب؟ لو الحاجات دي اللي بنمارسها بوقات بمهارة بوقات بإصرار وبانتظام، هل خلي بالكم الموضوع ده مهم، وصلني إلى نقاوة القلب؟ تقدر بقى كده تعين الله إن في وعد قال لك توبة لأنقياء القلب لأنهم يعانون إيه الله. لو أنت بتعمل الحاجات دي وقلبك غير نقي مش هتشوف ربنا، مش هتشوف ربنا، ده حكم إنجيلي، عبادات 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 من غير نقاوة القلب، القلب مظلم، قلب جاحد، قلب فيه شرور، قلب فيه كره وفيه غضب وفيه عقاد، مشيش مع ربنا الكلام ده، إنه ربنا ينظر إلى الإيه القلب، ينظر إلى القلب، يا ابني أعطيني إيه قلبك. الممارسات دي سهلة أحبائي، سهلة نتعود عليها، سهلة جدا نتعود عليها، سهلة نمارسها يعني، إنما الأصعب في الجهاد، ودي يعتبر اسمها الجهاد الإيه الخارجي يعني، إنما الأصعب هو العمل الجواني اللي هو نقاوة الإيه القلب. لو بتوصلني نقاوة القلب جابت إيه نتيجة هائلة، لو بتوصلنيش محتاج أشتغل على إيه نقاوة القلب. طب هل فقط القلب النقي هو الذي يعين الله؟ لا، في شروط تانية مهمة جدا تفرح قلب ربنا ويفتح باب السماء على مصرعي. سلام بقى لو ربنا فتح لنا كده باب السماء على مصرعي يقول لك تفضلوا تعالوا أنا عارفكم. إيه هي الشروط التانية دي؟ هل هذه الممارسات خلت قلبك رحيم؟ إنه برضو اشترط، قال لك توبى الرحماء لأنهم يرحمون، يرحمون يرحموا يعني مش هيهلكوا. إذن هنا كل هذه الممارسات قربنا لربنا عبادتنا تخلي القلب صفت، تخليه رحيم، تخليه رقيق، إنما لو قلبي قاسي ما تمشيش مع ربنا. ما هو ربنا رحيم، وأكيد اللي يعيش معاه للأبد يكون شبهه، ناقي القلب ورحيم. وفي شرط ثالث هقول بعض الشروط
اللي المفروض لو ممارساتنا الروحية وعبادتنا بتوصلنا ليها يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح. لو موصلتناش ليها يبقى احنا محتاجين نعيد ترتيب حياتنا الروحية مرة أخرى وربنا ايه يرشدنا. هل الممارسات دي كفت لسانك أو تفكيرك أو عقلك عن الإدانة الآخرين؟ دي حتة مهمة قوي، لأن المسيح قال شرط رائع، اللي شاطر فينا يستثمره، لا تدينه كان لا تدانه. طب هو في اليوم الأخير، اليوم الحكم ده اسمه إيه؟ اسمه الدينونة، اسمه يوم الدينونة. إذن الله سيدين الدينونة، حتى الديانات الأخرى يقولوا ديان عادل، أنتوا عارفين يوم الدينونة. طب ربنا يدين مين بقى؟ يدين اللي دان. طب واللي ما دانش لا يدين. يبقى هنا ناقل القلب، رحيم القلب أو رقيق القلب أو لطيف زي يسوع، ثم الإيه؟ الإنسان الرحوم أو الإنسان الأخطيت اللي هو لا يدين، لا يدين أحد، لا يدين أحد. لحنا نشتغل ربنا ونشتغل قضاء، ده الواحد ينفد إيه بجلده أحسن. ده يقول إن أنت شهدت حد بيسقط، يعني إذا أخذ أحدكم بزلة، يعني شفته بيوقع في زلة في سقطة، فأنتوا بروح الوداع الذي فيكم أقيموه. ده مش بقى تحكم عليه، لا ده أنت مطالب بحاجة أهم، أنك أنت تقيمه وتستر عليه، إن ربنا يستر إيه عليك. طيب الممارسات دي وصلتك لحاجة تانية اسمها مسكنة بالروح، يعني متضع، يعني وديع، وده بقى شبه المسيح. هل تعلموا مني؟ كلامي ربما يكون بسيط أحباء النهاردة، ولكن ربما دي تكون الكريتيريا اللي يدلنا بيها ربنا. لما يكون إنسان شبه المسيح، هادي ووديع ومتواضع القلب، هو ده تعال، يبقى ناقل القلب زيه، رحيم زيه، لا يدين ما ياخدش مكانه، وفي نفس الوقت روحه هادية وإيه وديعة. طب بالنسبة للإيمان اللي اتكلمنا عليه في الأول، نؤمن باسمك وتعمدنا على اسمك، هو الإيمان ده خلاك في ثقة كاملة وفي تسليم، أنشأت في قلبك سلام وطمأنينة، يبقى ده إيمان صحيح فعلا، ده إيمان عامل بقى، ده إيمان فعال، ولا إيمانه في اضطراب، ولا إيمانه في شكوك، ولا إيمانه وأنت مهزوز، ولا إيمان وأنت خايف. إيمان إيه ده بقى؟ ده مش إيمان، مش إيمان خالص. إيمان وفي ثقة يبقى إيمان، إيمان في اتكال إيمان، إيمان في يقول لك إيمان عامل بالمحبة إيمان، إيمان غير مرتاب، قالها القديس يعقوب، غير مرتاب، مش شاكك في ربنا، سلم حياته في ربنا، تاني فرحان وراضي وقلبك فيه سلام. ده الإيمان، ده الإيمان اللي تشهد بيه تقف أهو، ده أنا واثق فيك يا رب، ده اللي يدخل إيه السم. طيب الممارسات دي كلها أنت بتعملها بينك وبين الله، قلنا العبادات والممارسات اللي احنا قلناها في الأول، يا رب بنصلي، يا رب بنصوم، يا رب بنقرأ، يا رب بنعشر أموالنا، يا رب أمننا بيك، كل دي بنعملها إيه أمام الله. طب إيه علاقتك بقريبك؟ إيه علاقتك باللي جنبك؟ إيه علاقتك ببقية العيلة؟ علاقتك باللي اللي بيزم فيك وبيعمل كذا كذا كذا، ايه علاقتك بقى؟ دي مهمه قوي، دي ما يفوتهاش يسوع خالص، لان قال في انجيل مال يوحنا، في رسائل مال يوحنا، يقول ان كنت تحب الله تقول انك انت بتحب الله الذي لا تراه. طب ازاي انت بتحبش حقوقك الذي تراه؟ ده القديس يوحنا برضو قال لك ايه، يا احباء احنا قد انتقلنا، بسم الصليب بسم الصليب بسم الصليب، انتقلنا من الظلمة إلى النور. إيه اللي نقلنا من الظلمة للنور؟ لأننا قد أحبينا الإيه؟ الإخوة. يا سلام، هنعيش في نور إيه؟ نور الشمس ولا نور الإضاءات المبهرة؟ لا، في نور المسيح. إيه اللي يجيبك لنور المسيح؟ محبتك للإيه؟ للإخوة. فهل ممارساتك دي وصلتك محبتك للإخوة؟ تتفضل، باب السماء مفتوح على مصرعي، مفيش محبة وفي حاجات تانية مش هينفع نخش الإيه السماء.
المحبة بقى، المحبة الإنجليزية بقى، المسيحية بقى الأصيلة بقى، مش الصيني يعني. إيه المحبة الإنجليزية المسيحية الأصيلة دي؟ لا تقبح، لا تحقد، لا تطلب مال نفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء، وتحتمل كل شيء. يا مين يقدر على الكلام ده؟ مين يقدر؟ بس احنا ضعفاء. عاوز ربنا يديك النعمة. لو انت عاوز وبتحاول، ربنا هيسندك بالايه؟ بالنعمة. ربنا هيسندك ايه؟ بالنعمة. في حاجة يمكن أخيرة، وده ليس للحصر أحبائي، ليس للحصر. يبقى قلنا نقاوة القلب، قلب الرحيم الرقيق، قلنا عدم الإدانة، قلنا المحبة، قلنا الحاجات دي كلها. فاضل حاجة مهمة جدا جدا جدا، دخلنا السماء. هل بقى كل المراسات دي انك بتعملها لانك تقرب ربنا؟ لما قربت ربنا كده عرفت الله. ايه حكاية المعرفة دي؟ أو معرفة ربنا دي مهمة جدا. ده المسيح مرة قال اليهود كده، هذه هي الحياة الأبدية. إيه يا رب؟ هذه هي. إيه يا رب؟ أن يعرفوك أنت الإله الوحيد الله الآب وابنك الذي أرسلته. لما عدت أدور عشان أشرح لكم معرفة، أقول لك knowledge و understanding، تفهم، تفهم مين ربنا. مش هتقدر تفهم ربنا كله، ولكن تفهم ربنا على قد مستواك البشري، تفهم قدسته، تفهم مجده، تفهم عظمته، تفهم مخافته، تفهم ملكوته، تفهمه، تفهمه. النهاردة في رسالة الكاثوليكون القديس بطرس في رسالته الثانية في أول إصحاح، ما تيجي عاوزين تعرفوا حاجة عن المعرفة، افتحوا بطرس الثانية أول إصحاح أول 5-6 آيات. ذكر المعرفة 4-5 مرات، وأعظم من بعض وأعمق بعض. فقال إيه بقى؟ شوف أول إيه؟ أولهم قال لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله يسوع ربنا. طب أنا أعرف لما حد يخش على حد أو يتاح حد يقول له نعمة وسلام وبركة وسلام. ما دي نعمة من عند الله ودي التحية. ولكن لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. لا تعبد أحد ولا تقرب أحد من غير ما تفهمه أو تكون تجهله. إزاي تجهله؟ لازم تكون فاهم أعماق إيه؟ الله. وكما أن قدرته الإلهية، قدرة ربنا العظيمة دي، قد وهبت لنا مواهب كده مجاني، كل ما هو للحياة والتقوى. يعني على فكرة موهبتنا هم، إن هيشير اليوم في الإيه في الآية وراء، وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. إذا معرفة ربنا الحقيقية، ودي قالها القديس غوريوس، أعطانا معرفة الروح القدس الإيه؟ الحقيقية. معرفته الحقيقية ها تهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى الذي بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. إذا معرفة ربنا دي كنز. أعرفه إزاي بقى؟ إنسان يقول لك يتخلى عن كل رباطات الجسد، كل الأهواء والأفكار والشهوات، ويخضع خضوع كامل، ربنا يدينا يعني، للروح القدس، فيملى من معرفة إيه ربنا. فلتكثر فيكم معرفة ربنا يسوع المسيح بالروح القدس المسكوب داخلكم. تكون تعرف ربنا قريب وبجد وبحقيقة. أنت عارفني بقى، هتعمل كل قلبك يبقى طاهر، وقلبك رحيم، وقلبك رقيق، ولا تدين أحد، وإيمانك قوي بي، لأنك عارفه بجد، عارف من أمنت بمن أمنت. فإحنا المسيح سألنا ما نقولوش الإجابات الإيه؟ الضعيفة، الإجابات الساذجة، سامحوني، أو الطفولية، بنعمل كذا 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 كذا. لو تشهد عن قلبك النقي قول له قلبي نقي يا رب، ما بخصمش حد، احب الناس كلها، انا مشيلش لحد يا رب. وصلي وانت بصلي ابانا الذي بالثقه كده، قول له اغفر لنا ذنوبنا بثقه، كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا. انا رب في فلان وفلان وفلان اساءوا ليا وغفرت لهم، فانا بعشم بقى وبثقه بقول لك اغفر لنا كمان، دي بالكم. وهكذا ان ربنا سالنا نبحث عن القلب وعن المشاعر وعن الداخل وعن علاقتنا الاصيله به. ده اللي وصلنا إيه
السماء. الله يبارككم ويحفظكم لأن المجد دائم الأبد. آمين.